لو الحكاية فيها إن فيتو إدارة الضغط العمليات متابعة عمليات الاستفتاء والدشور محافظة الجيزة قيام مئات من عناصر الجماعة قيام أعداد من عناصر الجماعة الإرهابية لضبط لجنة مدرسة عمرو بن معاذ والوسيم لمنع دخول الناشبين لإسلاب أطفال. ده نمرة واحد. في أظن كان في برضك بعض القضاة لا دلوقتي واللي واخد ابنه واللي واخد بنت كتير واللي واخد شاب يعني ده بس نجيب العكس والناس بنعيش الناس كلها طبعا تجيبنا عكسية طبعا من ايه المشاكل اللي حصلت ما بتعرفش تقرا ولا تكتب يعني هي تبقى موافقه بس مش عارفه تعلم على اي علامه فالدوله تتصرف ازاي مع الناس دي يعني ازاي نقدر ما دي بيتكلم عن النبع ما هي مش عارفه تعلم على ايه ده هي حته سالتني قلت لها لو انت موافقه الازرق مش موافقه الاحمر هي كانت موافقه قلت لها انا موافقه وعايزه السيتي يعني قلت لها فاحنا دي ما خصصناش ناس او ما عملناش اي علامه لتصلحوا الاميه بحيث انهم مش عارفين يقروا خالص دي العلامه دي كان محطوط في اعتبار بكره يعني هيتم اتخاذ الاجراءات فيها ازاي مثلا احمد محاولة تهريب قنابل وملطوف وكده اسمع كلام كتير كلام ده حقيقي ولا اسمع كلام كتير قوي وخمس قنابل في صندوق الجبال وقنبله الاشاعات ده طبعا حضرتك كتير جدا عشان الناس تسمع تطلع يعني دي اشاعات طبعا كلها اشاعات تطلع لان هم ما هيخافوا الناس تطلع ازاي طب في حمايه للمنشات العامه ومؤسسات الدوله كل الدوله بص حتى الموظفين الامنيين دلوقتي يعني كل الوزارات كل الهيئات فيها المسؤوليه يعني كلهم كل واحد حاميها بالاضافه نازل مع الجيش مع الشرطه والاماكن اللي معهاش الشرطه الموظفين المعطار هي محمد معانا في يعني المواطن ينزل يستخفي وما يخافش من اي حاجه ما هو احنا شايفين احنا بنتكلم على الشرطه